اهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله الالترناتيفز او البدائل. وفي الفيديو النهارده هنتعلم بدائل لي as you like او براحتك زي ما تحب. يلا بينا. نستخدم كلمه as you like او بالعربي حتى زي ما تحب في انك يا اما تريح حد، يعني مش فارق معاك هو هيختار ايه او هيعمل ايه، او يا اما بتحاول انك تبقى مؤدب. في الحالتين احنا هنستخدم او هنتعلم بدائل لي as you like النهارده. اول بديل معانا لي as you like هو suit yourself. suit yourself معناه شوف اللي مناسب ليك او شوف ايه اللي يريحك يعني. فلما اجي مثلا انا اسالك اقول لك اسال مامتي مثلا الله mother can I sleep early today، ممكن انام بدري النهارده، فهي عاوزه تقول لي اعمل اللي انت عاوزه او اللي يريحك زي ما تحب، فتقول لي suit yourself. suit yourself. البديل اللي بعد كده هو have it your way. have it your way. فلما اجي مثلا بسال صاحبي اقول له مثلا should I have chocolate or ice cream، فيقول لي have it your way، يعني اللي انت عاوزه اعمل اللي رايحك براحتك زي ما تحب. have it your way معنا هو it's up to you. it's up to you زي الموضوع يرجع لك انت، انا ماليش دعوه. واحد مثلا ممكن يقول لي اكمل مع حضرتك الكورس ولا اوقف فتره، فانا هقول له اللي انت عاوزه براحتك، يعني it's up to you. It's up to you. الموضوع يرجع لك يعني. البديل اللي بعد كده هو feel free، يعني براحتك كده عيش. تمام؟ لما اقول لك مثلا can I change my seat، ممكن اغير المقعد بتاعي اقعد في حته ثانيه، اقعد في حته ثانيه يعني، فانا اقول لك feel free، اعمل اللي يريحك يا معلم عيش. اوكي؟ feel free. البديل اللي بعد كده هو قريب جدا ل as you like وهو as you wish. as you wish. Okay, as you wish. معنى برضو براحتك أو زي ما تحب. As you wish. عندنا كمان واحد قريب أو شبه الاثنين دول وهو as you prefer. prefer. يعني زي ما تفضل. اللي تفضله حضرتك. as you prefer. Okay. البديل اللي بعد كده هو idiom أو مصطلح شوية اسمه whatever. whatever floats your boat. whatever floats your boat. يعني خلينا نديك مثال كده. خلينا نقول مثلا أنا قاعد في قاعدة كده وعاوز او حد بيسالني بيقول لي can I take more sugar، ممكن اخد سكر زياده عادي بقى، انا مش عاوز ابان ان انا بخيل، فاقول له whatever floats your boat. يعني ترجمتها الحرفيه اي حاجه تخلي المركب بتاعك تمشي او المركب بتاعك تبحر يعني. whatever floats your boat يعني اتفضل براحتك عيش، خد سكر زي ما انت عاوز. البديل بعد كده هو I don't see why not. يعني انا مش شايف لا، يعني مش شايف ليه لا، يعني ليه لا. I don't see why not. فحد مثلا بيقول لي can I leave my bags here، ممكن اسيب الشنط بتاعتي هنا يعني for 2 minutes دقيقتين بس، انا عاوز ابقى مقدم يعني، فاقول I don't see why not. I don't see why not. اخر بديل معانا هو بديل كده formal قوي وبنستخدمه لو انت عاوز تبان لابق قوي او في مواقف رسميه، اسمه if you really must. If you really must. فواحد مثلا بيقول لي Mr. Ahmed can we have our session tomorrow، ممكن اخد الجلسه بتاعتنا بكره، فانا اقول له If you really must زي ما تحب. Okay. If you really must. دي كانت البدائل بتاعت as you like اللي هي زي ما تحب او براحتك. لو الفيديو عجبك ما تنساش تشير وتلايك عشان نوصل بعلمنا لعدد اكبر ونحاول نفيد كل الناس. Thank you and wish you all the best.